إذا أردنا أن نحد من عدد حوادث المرور والإعاقات الناتجة عنه فلا بد من تدريب مكثف لمهارة السياقة، وإذا أردنا أن نحد من عدد ونسبة الطلاق وتشرد الأطفال والآفات الاجتماعية الناتجة عن ذلك فلا بد من تدريب مكثف للمقبلين على الزواج، وإذا أردنا هذا التدريب فلا بد من تدريب مدرب للمقبلين على الزواج الذي يتقن مهارات فنون فهم النفسيات، فن التعامل مع الآخرين، حل الإشكالات. لذا جاءت دورة مدرب المقبلين على الزواج التي تتضمن معايير اختيار شريك الحياة، مراحل على العلاقة الزوجية وخصوصية كل مرحلة من هذه المراحل، مهارة حل الخلاف، 3 تقنيات للحوار الفعال، مهارات أيضا تقنيات وفن التدريب والإلقاء المحترف. هذا ما سيتعلمه مدرب المقبلين على الزواج، فكونوا في الموعد ولا تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة الذهبية.